يعني كانت السجون أنا بقول ما زالت مدارس، وكثير من القادي اللي خرجوا من السجن الكوادر حاليا بتبوأوا مناصب مهمة في السلطة الوطنية وحتى بالخارج، اللي خرجوا خارج كمان مدرسين جامعات مسؤولي مصارف في اللجنة المركزية عندنا في من الأسرى المحررين، في الوزارات من الأسرى المحررين، في كل مناحي الحياة سواء كان مدني أو يعني القطاع الخاص أو القطاع العام مليء بالأسرى.